ضمن الجهود الأمنية لمكافحة الإرهاب، قامت الأجهزة الأمنية للقبض على عدد من العناصر الإرهابية، حيث تم القبض على مجموعة من العناصر التي شكلت خلية إرهابية تتبع ما يسمى بتنظيم سرايا الأشتر الإرهابي. معزوفة اكتشاف الخلايا الإرهابية هي ذاتها في الشكل والمضمون بل وحتى التفاصيل. هذا ما لمسه المواطنون البحرانيون يوم أمس من خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الأمن الخليفي العام. واستهدفت رجال الأمن ومنها التفجير الإرهابي بالقرب من قرية أبو صيبع. تكرار هذا المسلسل يهدف بحسب مراقبين إلى ترسيخ فكرة أن آل خليفة هم ضحايا للإرهاب ومن حقهم استخدام القمع للحفاظ على الأمن، غير أن هذه الفكرة لم تتمخض إلا عن قناعة مزيد من المدافعين عن حقوق الإنسان الدوليين وكذلك السياسيين بأن آل خليفة نظام قمعي تجاوز كل الحدود. وسبق لرئيس منظمة هيومان رايتس فيرست السيد براين دولي أن وجه تساؤلات مباشرة في حسابه على تويتر إلى طارق الحسن، متسائلا عن دور أخيه في مركز شرطة المحرق الذي أصبح مقرا للتعذيب والانتقام من الناشطين. إذن فمن يعلن عن اكتشاف الخلايا الإرهابية في البحرين هو متورط في التعذيب والإرهاب، وهذا الوصف لا يطلقه المعارضون البحرانيون وإنما المراقبون الدوليون. Held accountable for the torture and the killings that have gone on. The police are still using excessive force. المنغص في هذا المشهد الهزيل لآل خليفة هو حال الشباب البحرانيين الذين ظهرت صورهم وآثار التعذيب واضحة على محياهم، كما أن ذكر اسم آية الله قاسم في المؤتمر الصحفي ينذر بنوايا مبيتة لاستهدافه مجددا، وهو ما يحذر منه المواطنون ويحذرون منه كذلك.